اهلا بكم مشاهدينا ومتابعين يوم السبت في كل مكان. من جد حقيقه على حضراتكم من محافظه دمياط، تحديدا من المجرى المائي لنهر النيل ومكان تجمع مراكب الصيد لبغاز عزبه البرج. احنا النهارده يعني بنرصد لحضراتكم حركه مراكب الصيد اليوم في المجرى المائي لعزبه البرج. يعني زي ما حضراتكم شايفين دي مراكب الصيد، ومراكب الصيد النهارده خارجه وبتتحرك متجهه ناحيه اللسان للخروج والصروح في عرض البحر لاستكمال اعمال الصيد. يمكن النهارده يعني ظروف الطقس المعتدل والشمس المشرقه اليوم هيئت الفرصه لخروج المراكب لاعمال الصيد في عرض البحر الابيض المتوسط، يمكن سواحل راس البر وعزبه البرج. وعندنا ايضا يمكن احنا شايفين مراكب اللانشات الحسك اللي هي بتتحرك برضو، ودي مراكب بتتحرك لصيد الزريعه وصيد الاسماك في المجرى المائي لعزبه البرج زي ما حضراتكم متابعين معانا. يمكن زي ما تابعنا مع حضراتكم قبل كده بنقول يمكن اهالينا من الصيادين واصحاب المراكب في عزبه البرج هم اكثر الناس بيبقوا على درايه بمواعيد النوات وحاله الطقس. يمكن احنا شايفين النهارده يعني الاجواء مشمسه والجو مساعد على الخروج وصروح المراكب. يعني النهارده يمكن الشمس مشرقه منذ صباح اليوم، السماء صافيه زي ما حضراتكم شايفين معانا. كمان عندنا يمكن درجات الحراره النهارده يمكن 20 درجه، تعتبر درجه حراره معقوله. يعني في حاله من الدفء الى حد كبير، يعني ده بيسهل حركه الصيد برضو. يعني احنا شايفين مركب حسك قدامنا بيتحرك اهو في المجرى المائي ايضا لاعمال الصيد. ايضا يعني احنا شايفين ان في النهارده كمان يعني مراكب صيد الزريعه المنتشره في المجرى المائي لصيد الزريعه. يمكن الحقيقه احنا يعني الاجواء المشمسه او الاجواء الطبيعيه بتكون الفرصه مواتيه جدا لاعمال الصيد والخروج الى عرض البحر وحركه المراكب في الدخول والخروج بشكل كبير، وده طبعا بيأثر على اسواق الاسماك في كافه انحاء محافظه دمياط يمكن والمحافظات المجاوره، وبيزداد اعداد الاسماك، وبالتالي ده له تأثير كبير في الاسعار بالنسبه للاسماك لتوافر نوعيات الاسماك بكافه الاسواق. احنا يعني نقلنا لحضراتكم صوره من المجرى المائي لنهر النيل او المجرى المائي الملاحي لاسطول صيد عزبه البرج. يعني المشهد زي ما حضراتكم شايفين مراكب الصيد الموجوده في هذا المكان، هو الحقيقه يمكن كمان هو يعني شكل جمالي ومظهر جميل. مراكب الصيد باختلاف احجامها واشكالها الموجوده في هذا المجرى المائي. يمكن كمان من امتع المشاهد اللي ممكن تشوفها هي خروج مراكب الصيد وتحركها ذهابا وايابا في المجرى المائي. أشكركم على حسن المتابعة والاستماع، كان معكم معتز الشربيني مدير مكتب اليوم السابع بمحافظة